بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجه واتبع هداه وسلم يا رب تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا بحضراتكم في محاضرات مادة التفسير وعلوم القرآن، وسنبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه في شرح المقرر من مادة علوم القرآن. وأول درس علينا هو معنى علوم القرآن. كلمة علوم القرآن هذا مصطلح، وهذا المصطلح يسميه العلماء مركب إضافي، يسمونه مركبا إضافيا، لأن كلمة علوم أضيفت إلى كلمة القرآن، فكلمة علوم مضاف وكلمة القرآن مضاف إليه. وإذا أردنا أن نعرف معنى هذا المصطلح المركب تركيباً إضافياً فلا بد أن نسلك معه عدة خطوات. الخطوة الأولى أن نعرف معنى كل كلمة من المضاف والمضاف إليه على حدة، نعرف معنى كلمة علوم ونعرف معنى كلمة القرآن. الخطوة الثانية أن نضيف كلمة علوم إلى كلمة القرآن وننظر ما هي النسبة وما هي الإضافة وما المعنى بعد هذه الإضافة. ثم الخطوة الثالثة أن نعرف هذا المصطلح بعد أن صار علما ولقبا واسما لهذا الفن وهذا العلم الذي يبحث فيه عن القرآن الكريم من نواحي متعددة كما سنعرف بعد قليل. ما معنى كلمة علوم؟ كلمة علوم جمع مفردها علم، والمراد بكلمة العلم هنا في تعريف هذا المصطلح علوم القرآن المراد بها هو المسائل المتحدة في موضوعها وغايتها. يعني كلمة علم عندما بعد أن دونت العلوم وألفت فيها المؤلفات وصنفت فيها المصنفات، عندما نراها في تعريف أي علم كعلم النحو وعلم الفقه وعلم أصول الفقه، كلمة علم المقصود بها المسائل المنضبطة بجهة واحدة، يعني متحدة في موضوعها وفي غايتها، موضوعها واحد. وإذا أردنا أن نطبق هذا على علوم القرآن سنجد مثلا عندنا مسائل متعددة في علوم القرآن، عندنا المكي والمدني، عندنا النزول كيف نزل القرآن، عندنا أول ما نزل وآخر ما نزل، عندنا النسخ، عندنا المحكم والمتشابه، عندنا المطلق والمقيد. كل هذه مسائل موضوعها واحد وهو القرآن الكريم، وغايتها أيضا واحدة. يبقى إذن تعريف العلم في علوم القرآن في هذا المصطلح وتعريف كلمة العلم في تعريف أي علم من العلوم بعد التدوين والتأليف والتصنيف، المراد بالعلم هو المسائل المتحدة في موضوعها وغايتها. هذا هو معنى الكلمة الأولى وهي المضاف كلمة علوم. فما معنى الكلمة الثانية وهي القرآن؟ كلمة القرآن مصدر بمعنى القراءة، تقول قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، فكلمة القرآن مصدر، هذا المصدر يساوي مصدرا آخر وهو كلمة القراءة. وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم بهذا المعنى، يعني وردت كلمة القرآن في سورة القيامة بمعنى القراءة. قال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يعني الله تعالى يقول لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم حين كان يحرك لسانه بالقرآن الكريم حتى يحفظه من جبريل وهو يقرأه عليه، قال له لا تحرك به لسانك، لا، إن علينا جمعه وقرآنه، لا تستعجل ولا تردد، إن تحفيظه لك سوف يكون من عندنا. إن علينا جمعه، يعني جمعه في صدرك وتحفيظه لك، وعلينا أيضا قراءته عليك
وعلينا أيضا قراءته عليك بواسطة أمين وحينا جبريل عليه السلام. وكلمة القرآن مصدر كما علمنا، هذا المصدر سمي به المفعول، هذا المصدر سمي به المفعول، فأنت تقول قرآن، والمراد من كلمة قرآن المقروء، الكلام المقروء، لأننا عندنا قراءة وعندنا قارئ وعندنا مقروء، فالكلمة القرآن تطلق على المفعول وهو الكلام المقروء، هذا معنى كلمة القرآن في اللغة. أما تعريف القرآن في اصطلاح الأصوليين والفقهاء وأهل العربية، تعريف القرآن شرعا، فقالوا القرآن كلام الله، وهذا هو القيد الأول، القرآن كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المعجز بلفظه، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المكتوب في المصاحف، المبدوء بسورة الفاتحة، والمختوم بسورة الناس. وهذا التعريف وإن كان تعريفا طويلا، إلا أنه يبين لنا الخصائص التي امتاز بها القرآن عن غيره. ولذلك سنرى بعد قليل أن بعض العلماء يقتصر في التعريف على قيد، على قيدين أو ثلاثة قيود، لأن هذه القيود هي التي يعني يعرف بها القرآن، خصوصا بعد نزوله وبعد مضي عصر النبوة. كلام الله هذا هو القيد الأول، وهذا يسميه العلماء جنس في التعريف، بمعنى أن القرآن الكريم يشترك مع بقية الكتب السماوية في أنه كلام الله، فالتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والزبور كلام الله، والصحف كلام الله، والقرآن كلام الله. يبقى إذن كلام الله يشترك فيه القرآن مع بقية الكتب السماوية. وإذا أردنا أن نخرج الكتب السماوية ونميز القرآن عنها، نقول المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك خرجت التوراة لأنها نزلت على موسى، وخرج الإنجيل لأنه نزل على عيسى، وخرج الزبور لأنه نزل على داود، وخرجت الصحف لأنها نزلت على إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المعجز بلفظه، فالقرآن الكريم معجز، وإعجازه في ألفاظه. وقد تبارى العلماء وتسابقوا إلى بيان أوجه هذا الإعجاز، والكل متفق على أن الإعجاز البلاغي، الإعجاز اللغوي في تركيب الجمل وفي صياغة الكلمات، هذا هو الذي يميز القرآن، وهذا هو باب الإعجاز الأول والأمثل. فالقرآن معجز بلفظه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خصه بطاقات وخصه بخصائص لا يستطيع أحد من البشر، لا يستطيع أحد من الناس، لا يستطيع أحد من الجن أن يأتي بمثله أو بسورة واحدة من مثله، أو أن يحاكيه أو أن يعارضه أو أن يأتي بشيء يشبهه أو يماثله. المعجز بلفظه. وقولنا المعجز بلفظه في تعريف القرآن أخرج الحديث القدسي بناء على القول القائل بأن الأحاديث القدسية ألفاظها من عند الله تعالى، بناء على أن من قال الحديث القدسي هو كلام الله، بمعنى أن الألفاظ من عند الله تعالى، فبذلك يشترك الحديث القدسي مع القرآن في أن كل منهما كلام الله، لكن يمتاز القرآن بأن القرآن معجز، والحديث القدسي، القرآن معجز بلفظه، الحديث القدسي ليس معجزا بلفظه. كما يمتاز القرآن عن الحديث القدسي بأن القرآن متعبد بتلاوته، يعني من قرأه
من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ونتعبد بتلاوته في الصلاة. أما الحديث القدسي فليس كذلك، فمن قرأ مثلا حديثا قدسيا في الصلاة بطلت صلاته، لأن الحديث القدسي ليس قرآنا. والذي يكون في الصلوات الذي يقرأ في الصلاة إنما هو القرآن الكريم. المنقول بالتواتر، نقل القرآن إلينا متواترا، بمعنى نقله لنا جمع عن جمع، جيل عن جيل، تحيل العادة تواطؤ هؤلاء الناقلين على الكذب. أما الأحاديث القدسية وكذلك الأحاديث النبوية فمنها ما هو متواتر ومنها ما هو يعني دون ذلك التواتر. أما بقية القيود في التعريف فهذه يعني قيود بيانية للقرآن الكريم، وهي زيادة في التعريف. المنقول بالتواتر كذلك أخرج لنا أولا منسوخ التلاوة، لأننا نعلم أن القرآن الكريم من حيث النسخ ينقسم إلى منسوخ التلاوة والحكم، ومنسوخ التلاوة ومع بقاء الحكم. فمنسوخ التلاوة وحكمه باق، أو منسوخ التلاوة ومنسوخ الحكم لا يسمى قرآنا، لأنه نقل إلينا عن طريق الآحاد، أما القرآن فنقل إلينا عن طريق التواتر. كذلك المنقول بالتواتر أخرج لنا القراءات الشاذة، يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم كسيدنا عبد الله بن مسعود كان يكتب بعض التفسيرات لبعض الآيات على هامش المصحف، ونقلت هذه التفسيرات عنه، فمثلا زاد في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام، كتب على الهامش حتى يعلم أن المراد بهذه الأيام أن المراد بها التتابع، فكتب فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فصيام ثلاثة أيام هذا قرآن لأنه نقل بالتواتر، لكن زيادة ابن مسعود متتابعات هو لم يكن يقرأ بها في صلاته، وإنما كان يكتبها ليعرف معنى الآية، فكلمة متتابعات هذه يسميها العلماء بالقراءة الشاذة، يمكن أن نأخذ بها في الأحكام العملية لكنها ليست قرآناً. بعض العلماء اقتصر في تعريف القرآن الكريم على قيد الإنزال والإعجاز، وقال لأن ما عداهما من القيود من الصفات الأخرى ليست من الصفات اللازمة لتحقق معنى القرآنية، والدليل على ذلك أن القرآن كان قرآنا في زمن النبوة بهذين القيدين، قيد الإنزال وقيد الإعجاز. القرآن الكريم له أسماء، أسماء القرآن خمسة كما علمنا، الاسم الأول هو القرآن، الاسم الثاني الفرقان، وكلمة الفرقان مصدر للفعل فرق، لأن القرآن فرق بين الحق والباطل، وهذه التسمية جاء بها كتاب الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كذلك الاسم الثالث من أسماء القرآن بعد القرآن والفرقان الكتاب، وكلمة الكتاب مشتقة من الكتب بمعنى الضم والجمع، وذلك لأن القرآن ضمت فيه الآيات بعضها إلى بعض، وضمت فيه الحروف بعضها إلى بعض، وضمت فيه الجمل بعضها إلى بعض، وضمت فيه السور بعضها إلى بعض، فجمعت وضمت فسمي كتابا، سمي كتابا، ومنه الكتابة لأنك يعني تضم الحروف إلى بعضها حتى تكون كلمة، وتضم الكلمات إلى بعضها حتى تكون جملة إلى آخره. والدليل على تسمية القرآن بالكتاب قول الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. من الاسم الرابع هو التنزيل، والتنزيل مصدر للفعل نزل أو نزل، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، وسمي تنزيلا لنزوله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. من أسماء القرآن الذكر،
والذكر إما أن يكون بمعنى الشرف وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف لك ولقومك، وإما أن يكون الذكر بمعنى المواعظ والعبر التي جاء بها القرآن والأوامر والنواهي والوعد والوعيد والترغيب والترهيب، فسمي ذكرا لأنه يذكرنا بأوامر الله تعالى وبمواعظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فسماه الله تعالى ذكرا. هذه الخمسة هي أسماء القرآن، وما عداها فإنما هي صفات، فإنما هي صفات كوصف القرآن بالهدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فهدى وصف وليس اسما. كذلك مبارك، مبارك هذا وصف وليس اسما، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. ولكي نفرق بين الاسم والصفة، الاسم دائما تأتي بعده الصفة، يعني الاسم يوصف، ولذلك قال العلماء هذه الأسماء الخمسة القرآن والفرقان والكتاب والتنزيل والذكر هي الأسماء، لأننا وجدنا في آيات القرآن الكريم أنها تذكر ثم تأتي بعدها الأوصاف كالهدى والنور والشفاء ومبارك إلى آخره. هذا هو أو هذه هي الخطوة الأولى في تعريف علوم القرآن، عرفنا معنى علوم وعرفنا معنى القرآن الكريم. بقي لنا أن نضم كلمة علوم إلى القرآن لنعرف النسبة بينهما. إذا ضممنا كلمة علوم إلى القرآن فإن المراد من هذا المصطلح وهذه الإضافة علوم القرآن، المراد بهذا المصطلح وتلك الإضافة كل العلوم والمعارف التي تتعلق بالقرآن الكريم كنزوله وإعجازه ودفع الشبه المثارة حوله إلى آخر ذلك. هذا هو معنى علوم القرآن بعد الإضافة. الخطوة الثالثة علوم القرآن بعد أن صار لقبا وفنا واسما لهذا العلم. قالوا هو علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من نواحي متعددة، من ناحية نزوله، من ناحية قراءاته، من ناحية كتابته ورسمه، من ناحية إعجازه، من ناحية ناسخه ومنسوخه، من ناحية محكمه ومتشابهه، إلى آخر كل المسائل التي سندرسها إن شاء الله، أو من يطلع على هذا الفن سيرى تلك المسائل. يبقى إذن علوم القرآن علم يبحث فيه عن القرآن الكريم، فموضوع هذا الفن هو القرآن الكريم من هذه النواحي المتعددة. ما الفائدة التي تعود علينا من دراسة هذا العلم الشريف؟ فوائد كثيرة نجملها في الفوائد التالية. أول فائدة تعود علينا من دراسة هذا الفن أنه كالمقدمة لتفسير القرآن، فهذا العلم يساعدنا على فهم القرآن فهما صحيحا، ويساعدنا على تفسير القرآن الكريم تفسيرا صحيحا قائما على الضوابط والشروط والقواعد التي وضعها العلماء. فعلوم القرآن كالمقدمة كالأصول لتفسير القرآن وفهمه فهما صحيحا. الفائدة التالية أننا بهذا العلم نستطيع أن ندفع الشبهات المثارة حول القرآن الكريم، فمثلا من يثير أن في آيات القرآن تناقضا أو تعارضا نستطيع أن نزيل ونرد على هذه الشبهة عن طريق علم من علوم القرآن الكريم ومسألة من مسائله، وهو علم موهم لاختلاف والتناقض بين الآيات. من الفوائد كذلك أننا نكون ثقافة علمية واسعة حول القرآن الكريم حين نعرف كيف نزل، وما أول ما نزل منه، وما آخر ما نزل منه، وكيف نقل إلينا، وكيف جمع، وكيف كتب، وما الأسس التي كتب عليها، إلى آخر تلك المسائل. فالدارس لهذا الفن سيحصل ثقافة واسعة تتعلق بالقرآن الكريم.
ومن خلال تعريف علوم القرآن نستطيع أن نقول إن علماءنا رحمهم الله تعالى قد وفقوا غاية التوفيق حينما أطلقوا على هذا العلم علوم بالجمع وليس علما بالإفراد، لأننا كما علمنا كل علم، كل مسألة، كل مبحث من مباحث هذا العلم الشريف لو أفردت في دراستها والبحث فيها لصارت علما مستقلا قائما بذاته. من هذه المسائل وتلك العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم علم نزول القرآن الكريم، نزول القرآن، كيف نزل القرآن الكريم وما أول ما نزل منه. بداية نقول إن نزول القرآن الكريم، كلمة نزول في لغة العرب تطلق بمعنيين، المعنى الأول الحلول في المكان، والمعنى الثاني الانحدار أو الهبوط من أعلى إلى أسفل. وهذان المعنيان لا يليقان بالقرآن الكريم، لأن الحلول في مكان أو الهبوط من أعلى إلى أسفل إنما هو من خصائص الأجسام، والقرآن الكريم ليس جسما. ومن هنا قال العلماء إن كلمة نزول القرآن، كلمة النزول عندما تضاف إلى القرآن الكريم يكون معناها الإعلام. فنزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم معناه إعلامهم بهذا القرآن الكريم وبما اشتمل عليه. بعض العلماء يقول كلمة نزول القرآن معناها نزول حامله، يعني نزول جبريل عليه السلام به من أعلى إلى أسفل. وجبريل تضاف إليه كلمة النزول لأن جبريل جسم فهو ملك، والملائكة أجسام نورانية لطيفة. أين كان القرآن قبل أن ينزل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان القرآن في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ هو اسم للسجل العام الذي كتبت فيه مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. قال سبحانه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وفي تفيد الظرفية، أي أن القرآن كان كائنا في اللوح المحفوظ في هذا السجل العام. كيف نزل به جبريل عليه السلام؟ للعلماء في ذلك قولان. القول الأول أن القرآن الكريم له نزولان: النزول الأول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا النزول كان جملة واحدة، يعني القرآن من أوله إلى آخره، من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس، نزل مرة واحدة، دفعة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. ويستدل من يقول بذلك بأن القرآن الكريم يعبر عن هذا النزول بكلمة أنزل أو نزل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ويستدلون كذلك بآثار موقوفة على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن القرآن الكريم أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وذلك في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك مفرقا حسب الحوادث والوقائع على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبناء على هذا القول يكون للقرآن الكريم نزولان: النزول الأول سميه العلماء النزول الجملي، بمعنى أنه نزل جملة واحدة في ليلة واحدة هي ليلة القدر في بيت العزة في السماء الدنيا. والنزول الثاني هو النزول المفرق المنجم في مدة 23 سنة تقريبا. والدليل على نزوله منجما مفرقا قوله تعالى: وقرآنا فرقناه
لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نزلنا بهذه الصيغة، صيغة التضعيف، يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فمعنى ونزلنا أي نزلناه مفرقا متدرجا منجما حسب الحوادث والوقائع. ويذهب بعض المحققين من العلماء في القديم والحديث، من أمثالهم في الحديث الأستاذ الإمام محمد عبده وتلميذه الشيخ رشيد رضا وجمال الدين القاسمي صاحب محاسن التأويل، والشيخ الطاهر ابن عاشور صاحب التحرير والتنوير، وشيخنا العلامة الدكتور إبراهيم خليفة. كل هؤلاء يذهبون إلى أن القرآن ليس له إلا نزولا واحدا، هو النزول المنجم المعروف والمعهود والمتبادر إلى الأذهان عندما تطلق كلمة نزول القرآن الكريم، وهو النزول المنجم فقط. لماذا نزل القرآن الكريم على القول الأول، قول كثير من العلماء؟ نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة واحدة. يقولون لهذا النزول فوائد وحكم، ومن هذه الحكم هو تفخيم شأن القرآن الكريم وتفخيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعظيم قدره، تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم قدر أمته صلى الله عليه وسلم، أمة القرآن، وذلك بإعلام سكان السماوات بأن القرآن الكريم آخر الكتب السماوية نزولا على خاتم النبيين وسيد المرسلين وآخر الأمم. الفائدة الثانية هو تفضيل القرآن الكريم على بقية الكتب السماوية، فالكتب السماوية كما يقول أصحاب هذا الرأي نزلت جملة واحدة، نزلت جملة واحدة من اللوح المحفوظ على النبي مباشرة، وحتى يمتاز القرآن عنها ويفضل القرآن عليها نزل القرآن أولا جملة واحدة كما نزلت هي، ثم فضل القرآن عليها بالنزول المفرق والمنجم حسب الحوادث والوقائع على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الحكمة من نزول القرآن الكريم مفرقا حسب الحوادث والوقائع، فمن هذه الفوائد والحكم تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ومنها تيسير حفظه وتسهيل فهمه عندما ينزل نجم وتنزل بعض وينزل بعض آيات من القرآن الكريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتلقاها وتتلقاها الأمة من بعده صلوات الله وسلامه عليه، ويحفظونها ويعملون بما فيها، بخلاف ما لو نزل القرآن جملة واحدة فسيكون في الأمر يعني صعوبة ومشقة في حفظه وفي تطبيق أوامره واجتناب نواهيه. كذلك من الفوائد والحكم لنزول القرآن منجما مجاراة الحوادث والوقائع، عندما تقع حادثة أو واقعة فيسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها، فينزل أمين وحي السماء جبريل عليه السلام لبيان الحكم في هذه الواقعة والحادثة، فهذا يكون ألصق وأعلق بأذهان الصحابة وبالعقول، ويكون عندما ندرس نحن هذه القصة والواقعة وسبب نزول هذه الآية يكون أعون على فهم الآية وبيان حكمها. كذلك من فوائد نزول القرآن منجما الوقوف وبيان إعجاز القرآن الكريم، فالقرآن الكريم نزل في مدة يعني تقريبا 23 سنة، ومع ذلك لا تجد تناقضا بين أول ما نزل وآخر ما نزل، لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهذا يدل أو هذا وجه من أوجه إعجاز القرآن الكريم. ما أول ما نزل من القرآن الكريم؟ ما أول نجم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم؟ القرآن الكريم كما تعلمون نزل منجما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأول بدء نزوله
كان في ليلة القدر من شهر رمضان المعظم، كما قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. بدأ نزول القرآن في ليلة القدر من شهر رمضان، وأول ما نزل منه كان صدر سورة العلق على الراجح والصحيح من الأقوال في ذلك. بدأ نزول القرآن في ليلة القدر من شهر رمضان، واستمر نزوله إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بتسع ليال أو بأحد عشر يوما أو بواحد وعشرين يوما، على الاختلاف في أقوال أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبئ على رأس الأربعين، يعني صار نبيا وعمره أربعون سنة، وبدأت النبوة وبدأ الوحي عليه بالرؤيا الصادقة يراها في المنام. وهذه الرؤيا مدة الرؤيا الصالحة ستة أشهر وخمسة أيام. مدة أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الرؤيا المنامية كان ستة أشهر وخمسة أيام. وآخر آية نزلت عليه صلى الله عليه وسلم كان قبيل وفاته بتسع ليال أو بأحد عشر يوما، لو أخذنا الحداشر يوم سوف نجد أننا لو أنقصنا ستة أشهر وستة عشر يوما، اللي هو مدة عدم نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، اللي هي المدة الأولى الرؤية الصادقة اللي كانت ستة أشهر وخمسة أيام، نضيف لها 11 يوم، يبقى ستة أشهر وستة عشر يوما. ونبوته صلى الله عليه وسلم 23 سنة، فإذا خصمنا ستة أشهر وستة عشر يوما من 23 سنة، سنجد أن مدة نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم منجما كانت 22 سنة وخمسة أشهر وأربعة عشر يوما، يعني 22 سنة وخمسة أشهر ونصف تقريبا، وهذه مدة نزول القرآن منجما. أول ما نزل كما قلنا صدر سورة العلق، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، ثم كان يختلي بغار بنفسه في غار حراء حتى نزل عليه جبريل عليه السلام وقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الخمس آيات أول نجم نزل من القرآن الكريم، والدليل على ذلك قول أم المؤمنين عائشة في الصحيحين. لكن قد يعارض هذا الحديث بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عندما سئل ما أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب: سورة المدثر، صدر سورة المدثر. فكيف نوفق بين هذا وقول جابر رضي الله عنه أيضا في الصحيحين البخاري ومسلم؟ فكيف نوفق بينهما؟ التوفيق الأجدر بالقبول والتسليم أن أول ما نزل على الإطلاق صدر سورة العلق، ثم انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة، وبعد انقطاعه أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع الوحي عنه كان صدر سورة المدثر. ومما يدل على ذلك ما جاء في رواية جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جاورت في حراء، فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، فإذا هو. وأنتم تعلمون أن كلمة هو ضمير، والإشارة بهذا الضمير إلى الملك الذي كان قد رأوه قبل ذلك عندما نزلت سورة العلق، أو نزل صدر سورة العلق. وهذا هو التوفيق بين
قول أم المؤمنين عائشة وبين قول جابر رضي الله تعالى عنه. أما القول بأن أول ما نزل سورة الفاتحة فهذا رأي ضعيف، قول ضعيف، واستدل أصحابه بما رواه البيهقي في دلائل النبوة والواحدي في تفسيره عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء، إلى آخر تلك القصة، والتي فيها أن جبريل عليه السلام عندما ناداه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وهذا الحديث يسميه العلماء حديثا مرسلا. معنى مرسلا أي أن الصحابي الذي روى عنه عمرو بن شرحبيل، عمرو بن شرحبيل هذا تابعي، الصحابي الذي هو واسطة بين عمرو بن شرحبيل وبين النبي صلى الله عليه وسلم ساقط، لم يذكر لنا عمرو بن شرحبيل عمن أخذ هذا القول من الصحابة رضي الله تعالى عنه. فهذا حديث مرسل، والعلماء يقولون إن المرسل نوع من أنواع الانقطاع، وعلى فرض التسليم بأنه صحيح فهو مرسل، ولا يستطيع أن يعارض ما جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقيل أول ما نزل البسملة، وهذا قول أضعف من القول الذي سبقه. الأولية التي تكلمنا عنها هنا هي الأولية المطلقة، لأننا عندما ندرس أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل نعلم أن الأولية المرادة هنا هي الأولية على الإطلاق، يعني على مستوى القرآن الكريم كله، أول ما نزل على مستوى القرآن الكريم كله. هناك أوائل مقيدة، والتقييد إما أن يكون بموضوع معين، كأن ندرس مثلا أو نعرف ما أول ما نزل في آيات الخمر، ما أول ما نزل في آيات الربا، ما أول ما نزل في آيات الجهاد إلى آخره. وكذلك الآخرية، عندما ندرس وندرس الآخرية المطلقة، يعني آخر ما نزل من كل آيات القرآن، أو آخرية مقيدة أيضا بموضوع معين، كآخر ما نزل في الربا، آخر ما نزل في الخمر. وقد يكون التقييد بمكان معين، كأن نقرأ مثلا في كتب أهل العلم أول ما نزل في مكة صدر سورة العلق، أول ما نزل في المدينة سورة المطففين أو سورة البقرة، وآخر ما نزل بمكة كما قيل سورة المؤمنون أو سورة العنكبوت. فهذه أوليات مقيدة، إما بموضوع معين وإما بمكان معين، وآخريات مقيدة، إما بموضوع معين وإما بمكان معين أيضا. لكن الذي يعنينا هنا أن ندرس الأولية المطلقة والآخرية المطلقة. وقد علمنا أن الأولية المطلقة يعني أول ما نزل من القرآن على الإطلاق صدر سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فما الآخرية المطلقة؟ ما آخر ما نزل من القرآن الكريم على الإطلاق؟ تعددت الأقوال في ذلك، وسبب هذا التعدد أننا لم نظفر بين أيدينا بقول بحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان بين أيدينا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحسم الخلاف والاختلاف في هذه المسألة، لكن كل ما وصل إلينا إنما هي أقوال منسوبة إلى الصحابة، موقوفة إلى الصحابة وإلى التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذه الأقوال متعددة. أصح ما قيل في آخر ما نزل من القرآن قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والدليل على أن هذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن أنه وردت آثار تحدد لنا المدة التي نزلت فيها هذه الآية قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبعض الروايات كما ذكر الإمام البغوي في معالم التنزيل عن ابن عباس أنها
نزلت قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بواحد وعشرين يوما، وقال ابن جريج بل نزلت قبيل وفاته بتسع ليال، وقال سعيد بن جبير بل نزلت قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم بسبع ليال. إذن عندنا روايات، عندنا أثر تحدد لنا وقت نزول هذه الآية وتبين لنا المدة بين وفاته صلى الله عليه وسلم وبين نزول هذه الآية عليه، ولم يظفر قول من الأقوال الأخرى بهذا التحديد. كذلك مما يدل على أنها آخر ما نزل من القرآن الكريم ما أشارت إليه مضمون هذه الآية، يشير إلى التذكير باليوم الآخر، يشير إلى توفية كل إنسان جزاء عمله عندما يلقى الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية آخر ما نزل من القرآن الكريم على الإطلاق. لماذا ندرس هذا العلم أول ما نزل وآخر ما نزل؟ قال العلماء لدراسة هذا العلم فوائد، من هذه الفوائد معرفة الناسخ والمنسوخ. إذا جاءتنا، إذا قرأنا آيتين، آية تدل على حكم والآية الأخرى تدل على حكم آخر يغاير هذا الحكم، وتعارضا تعارضا حقيقيا يتعذر معه الجمع، عندئذ نبحث عن تاريخ نزول هذه كل من هاتين الآيتين، متى نزلت هذه الآية ومتى نزلت هذه الآية. إذا عرفنا التاريخ حكمنا بأن المتقدم قد نسخ والمتأخر هو الناسخ له. كذلك من فوائد دراسة هذا العلم معرفة تاريخ التشريع الإسلامي. عندما ندرس الآيات الأول التي نزلت في فرضية الصلاة، الآية الأولى التي نزلت في فرضية الزكاة، الآية الأولى التي نزلت في الحج، الآية الأولى التي نزلت في الجهاد، الآية الأولى التي نزلت في الخمر، الآية الأولى التي نزلت في الربا إلى آخره، فإننا نستطيع أن نعرف تاريخ تشريعنا الإسلامي. كذلك من الفوائد التي نتعلمها من دراسة هذا العلم معرفة حكمة الله تعالى البالغة في التدرج في التشريع. الله تعالى لم يشرع، لم يأمرنا بجميع الأحكام دفعة واحدة، وإنما شرع لنا تلك الأحكام على سبيل التدريج مراعاة لأحوالنا ولمصالحنا. وإذا درسنا هذا العلم أول ما نزل وآخر ما نزل وقفنا على كل هذه الفوائد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وفقها وفهما، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.